First of all, I would like to thank God for this meeting. I'd like also to thank Abuna, dear father and dear brother and dear friend, for his invitation to be with you. And as I told you before, I like and I love to be with youth, to feel that I am still youth. على طول ندخل في الموضوع لأنه ما فيش وقت لأنه إحنا يعني في وقت كتير كان خارج المحاضرات وده شيء جميل بس أنا لازم أنهي الساعة 5:45 علشان أبونا يتكلم وعشان نروح ناخد دينر بتاعنا لأن المطعم هيقفل هناك بس خلوني أبدأ الكلام بتاعي بقصة واقعية حصلت في مصر قبل ما سافر من أكتر من 30 سنة كان ليا واحدة قريبتي وبعدين أنا سافرت اليونان زي ما سمعت من أبونا فبعتت لي جواب بتقول لي يعني اتبسط أو يعني افرح معايا أنا اتخطبت وخطيبي ده ملاك أول أنا ما قريت الجواب قلبي اتخض وحطيت كلمتين ثلاثة سطرين ثلاثة تحت كلمة ملاك ورجعت كانت اتجوزت رحت أزورها عشان أهنيها فجوزها دخل يعمل لنا شاي بقول لها إيه أخبار الملاك؟ قالت لي بقى شطان طب فين العيب؟ أنا مش هعمل ديبيت دلوقتي بس فكروا في الموضوع إيه الخطأ اللي هي عملته؟ أنا قلت لها هو الحقيقة ما كانش ملاك وسقط هو كان إنسان أنت بس حطيتيه في درجة الملائكة وممكن يحصل العكس على فكرة أنا خطبت واحدة ودي ملاك بتعمل أي حاجة أقول لك بقت شيطان الصورة اللي أنت شايفينها دي ناس إحنا هنقول بدون ولاد لأن دي مرحلة متقدمة شوية ولكن كنيسة كمان القديس بولس الرسول في رسالته الرومية 16:5 بيتكلم على كابل سلموا على برسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع اللذين وضع على عنقهما من أجل حياتي اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس العالم أو كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي في بيتهم هنا القديس بولس بيقصد أن كان في كنيسة فعلا كنيسة ولا هم عاملين كنيسة بيصلوا طيب السؤال بطريقة تانية مين يعمل مين؟ الكنيسة تعمل الناس دول ولا الناس دول يعملوا كنيسة؟ طب وإيه هي الكنيسة؟ والكنيسة هي في الديفينيشن بتاع التعليم الأصلي التعليم الشرقي هي جسد المسيح الواحد جسد المسيح الواحد المسيح جاء علشان يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد ويكون هو الهد بتاعهم وإحنا الأعضاء أنا بقول لي الكلام ده كله لأنه من كل الديسكشن وأنا كنت عامل برزنتيشن حياة بس عشان الوقت أنا هسيبه لكم وممكن تتحط على النت ممكن تشوفوه كله يعني الكنيسة في المعنى اليوناني بتاعها church أو إكليسية زي ما بنقول في القبطي جاء من كلمة إك يعني from call someone to go out يعني أنا بدعو الواحد إنه يخرج بره عشان نجتمع مع بعض فالكنيسة هي دعوة الله لينا إن إحنا نخرج من العالم علشان نعيش معاه عشان نعيش الحياة الإترنال لايف دي الكنيسة مش مبنى معنى الكنيسة هي جسد المسيح الواحد بقول الكلام ده كله ليه؟ لأنه اللي هيشكل طريقة حياتنا وشكل مفهومنا للآخر الآخر ده واحدة الآخر ده واحد هو الإيمان بتاعي مش أي حاجة تاني لأن الإيمان بتاعي أنا إيمان ثابت باستمرار مش هيتغير لا في مصر ولا في أمريكا ولا في أي حتة تاني So who are you for me؟ مين أنت أو مين أنت بالنسبة لي أنا ببصلك إزاي ومن أي وجهة نظر أنا ببصلك انت مخلوق على صورة الله ومثاله انت مخلوق على صورة الله ومثاله دي عقيدة دي ايمان احنا بنؤمن بالتجسد
التجسد معناه انه الله تجسد خط طبيعتنا وخليها طبيعة خاصة به. وابونا بيقول في القداس باركت طبيعتي فيك. يبقى اي واحد تاني في المسيح يسوع هو عبارة عن المسيح الصغير، ولد او بنت. فده بيشكل، المفروض انه يشكل الفاونديشن بتاع الكنيسة دي جواي. فانا لما عايز ارتبط بحد انا بتحرك من هذا الاتجاه، انه مين الاخر ده اللي انا عايز ارتبط بيه. طب ليه بقول كده؟ لانه ده هيشكل طريقة تفكيري وطريقة نظرتي للاخر، مش هيكون بس المقاييس بتاعة المجتمع. عشان كده انا ممكن ابص الواحد مش بالمعايير البشرية، انه واحد شكلها حلو، واحد شكله حلو، واحد متعلم، واحد مش متعلم، واحد غني، واحد مش غني. هحطها في الاعتبار بس مش هتكون نمرة واحد. انا هتعامل مع الشخص، وبعد كلمة شخص معناها انه في واحد له علاقة مع التاني. كلمة شخص عبارة عن، لما كنا زمان نقول ابونا رايح يعمل خدمة فردية، التعبير ده ما كانش صح، لان ما تعرفش تعمل خدمة فردية. ليه؟ لانك ما تعرفش تتعامل مع فرد، لكن تعرف تتعامل مع شخص. يبقى ان صح ان احنا نسميها خدمة شخصية، يعني وان تو وان. فاحنا بنعمل علاقة شخصية مع بعض. الشخص ده هو اللي بيحقق ذاته في المسيح يسوع. هذا الكونسبت. فدي هي اساس فهمنا، وازاي احنا نختار، وازاي احنا نبص للاخر. اعتمادي على مقاييسنا البشرية بس ما بتكونش مضمونة 100%. لكن لو احنا مبنيين عقاديا ولاهوتيا صح، نفهم صح فنتصرف صح. يعني لما كان دكتور حسني بيتكلم والدكتور هاني عن قبول الاخر وعن اخطاء الاخر وانا سامحها ازاي وما سامحهاش ازاي وكل الكلام ده، انا ليا، انا بتصرف من 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 ليا مرجعيه في اللي انا بعمله ده. مش عباره عن ذوق، مش عباره عن كوميونيكيشن سكيلز، لا، دي عباره عن ريفليكشن للي انا بؤمن بيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بؤمن بالثالوث ولا مش بنؤمن بالثالوث، يا اما مسيحيين يا اما مش مسيحيين. احنا بنتكلم في اجتماع شباب مسيحي ارثوذكسي شبات، يبقى كل اللي بيحركنا هو ايمان، مؤمن بالثالوث. عشان كده اللي بيبني الكنيسه دي هو ايماننا، الكنيسه اللي في البيت ده هو ايماننا. احنا مش بنتكلم على حيطان، احنا بنتكلم على علاقه صح في المسيح يسوع هتستمر، وابواب الجحيم لن تقوى عليها. وبالمناسبه الايه اللي احنا بنقولها ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، الكنيسة هي اللي بتاخد المبادرة دي. يعني الكنيسة تدخل للجحيم كده وتشوف أبوابه فين، فتزقه كده تفتحه وتطلع اللي جواها اللي مسجونين جوه. مش معناها ان الجحيم هو اللي بيكسر بواب الكنيسة، لا، دي الكنيسة اللي عندها الأبر هاند اللي هي تقدر تكسر أبواب الجحيم دي. فالعلاقة اللي احنا بنبنيها دي هي اللي تقدر تقاوم الكلام ده. إيماننا بالثالوث مثلا بيخليني ان انا اتعامل مع البارتنر بتاعي بطريقة مختلفة عن اي حد تاني. ليه؟ لان زي ما بنقول احنا بنبقى واحد، بس احنا two distinguished personalities. انا مش انتي وانتي مش انا، بس احنا اتنين واحد. انا مش عايز اعمل منك كوبي ولا انتي تعملي منك كوبي، لا، احنا two
distinguish. طب جبت كلمة two distinguished personalities دي من فين؟ من الثالوث. إن الثالوث آب وابن وروح قدس. three distinguished persons. الآب مش هو الابن والابن مش هو الآب والآب والابن مش هم الروح القدس لكن هم واحد في الجوهر. لكن شفنا طريقة العلاقة بينهم شكلها ازاي. الآب يقول للابن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. هو أنت أقل منه عشان تقول له كده؟ لا، لكن فيه علاقة جميل، علاقة حب، علاقة عمل مشترك. يبقى أنا عندي رول موديل بتصرف منه، هو إيه؟ إيماني. إزاي أنا نتعامل مع بعض؟ عن طريق الإيمان ده. مرة كنا وأنا في أتينا كنا في رحلة، ففي كاهن كان معانا متجوز وعنده ابن صغير، والأول مرة أسمعها ومن ساعتها بقت قاعدة عندي. إيه هي؟ عندهم كان ابن صغير كده وشاي عمال يجري كده، زي كنا في ريتريت هاوس زي كده. فهو مش شايف ابنه كده، فيروح لمراته يقول لها ايه؟ بص الكلمة، انت شفتي ابننا؟ تقول له لا انا ما شفتش ابننا. ايه الغريب في الحتة دي على اسمعنا؟ ابننا. قلت يا ايه ده؟ احنا بنقول ايه طيب؟ برافو عليك. بص بنتك، ما هي بنتك، اكفي ايه على ايه تطلع ايه لايه. ما هو ابنك هو يطلع لحد غريب. شوف الكلام، مش ابننا، مش ابننا. شوف الكلام. وبعد كده نطلع نقول احنا بنبص لبعض ازاي. يا بنت امي هاتي لاخوكي كذا، ولد شوف اختك. ما فيش تساوي في الأقانيم، ما فيش تساوي في البيرسونز، لكن احنا عندنا الأب والابن والروح القدس، فيش واحد فيهم أقل من التاني. يبقى أنا باخد العقيدة بتاعتي وأطبقها. مش عايز بقى تطبق العقيدة أنت حر، بس ما تقولش إنك مسيحي. مش عايزة تعيشي بالعقيدة أنت حرة، بس مش عايزة تبني كنيسة كده، لان دي الصخرة اللي هتصد عليها كل حاجة. انا بقول لكم حاجات عملية حصلت قدامي وعشتها. في استاذ كان معايا في المانيا من اليونان، بس انسان حلو قوي بتاع عقيدة، فحكى لي القصة دي. هو متجوز وقاعدين على قمة جبل في سالونيك، وبينزلوا الداون تاون، كل واحد معاه عربيته، هي بيشتغل في الجامعه وهي مدرسه في مدرسه. فساعات بينزلوا مع بعض يعملوا شوبينج او كده. فييجوا عند انترسكشن معين، في طريق كده وفي طريق كده، الاثنين يوصلوا. اللي يكون سايق فيهم، بصوا الكلام بقى، هتضحكوا دلوقتي. لما اي حد يكون سايق يسال التاني في الانترسكشن ده، امشي من هنا ولا من هنا؟ اللي سايق بيسال التاني. فهو بيسألها مثلا نمشي من هنا ولا من هنا؟ تقول له لا، ما انت بتسوق كل يوم، فانت برضو عارف السكه الزحمه مش السكه المزحمه. يقول لها طب انت كمان بتنزلي في الايام دي، فانت قولي لي السكه دي احسن ولا السكه دي احسن؟ يقول لي نقعد خمس دقائق كده. بتقول ايه؟ لا بتكون فتحت فواحد يقول، بس الكونسبت هنا ايه؟ طب بص بقى، خليكم انتوا ماشيين في الشارع يا شباب، انت شوف عربيه بتمشي كده، يقول لك اكيد واحده ست سيئه. That's true. ها؟ لكن هو الفكره بيعلموا نفسهم ان كل واحد يقدم التاني. طب جايبين الكلام ده من فين؟ قولوا. الابن يقول للاب ايه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل انشاء العالم. يقول له ايه؟ مجدت وامجد.
أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل أيضا. كنت بكلم واحد، أنا فاضل لي بالظبط 7 دقايق، كنت بكلم مرة على الثالوث بقول لهم، طبعا الستات هيفرحوا قوي دلوقتي، قصدي الشابات، بقول لهم إن إيماني بالعقيدة الثالوث بتخليني أدخل المطبخ أغسل، أنا متجوز وعندي ولدين، أدخل المطبخ وأغسل الأطباق. طب إيه علاقة الأطباق ها في الحوض؟ احنا ما عندناش دي شوشر كان في مصر يعني. ايه علاقه الاطباق بغسيل بالثالوث؟ حد يقدر يقول؟ بقول لهم سي ان انا روحت متاخر بالليل وعايز اتعشى، فدخلت كده لقيت الدنيا كلها هش هش هش، بفتح المطبخ عشان اكل حاجه لقيت الاطباق قد كده. انا متعود ان مراتي مش كده، انا بكون مثلا في محاضرات بتاع، هي تكون واخدة بالها من الولاد، بتعمل كل حاجة تمام. إذا المنظر ده بيقول لي إيه؟ في حاجة غلط حصلت. هي تعبانة، حد من الولاد تعبان، في مشكلة حصلت. إذا المشكلة لما تحصل معاها هي بس، المشكلة دي بتاعت مين؟ بتاعت أنا. بسبب إيه؟ إن إحنا الاتنين إيه؟ طب أنا جبت الكلام ده منين برضه؟ من الإيمان بتاعي. الابن واحد مع الأب في الجوهر. أنا بعمله تطبيق. صدقوني وأنا بقول قدام كاميرا، كل مرة يحصل موقف زي كده ويجي عدو الخير يقول لي طب ما يمكن هي مش تعبان ولا حاجة بس هي بتتلكك. طب ما أنت برضه تعبان. سيبك من الموضوع ده. اللي بيوقفني عند حد ويصحيني هو إيه؟ إيماني بالثالوث. ما أقدرش. طب خلاص بلاش بلاش تؤمن بالثالوث وروح نام. وانا مش بعمل كده عشان هي الصبح تصحى تقول لي ثانك يو حبيبي وتبوسني من هنا ومن هنا، شي ويل دو. بس الدافع بقى شكله ازاي؟ اللي يصد شكله ازاي في اي مشكله تحصل؟ كانوا بيتكلموا، لو في وقت كنا ذكرنا وعلقنا على باقي المحاضرات، لكن انتوا يعني لسه في ذهنك الكلام واضح، انه ازاي انت تغفر للاخر، ازاي انت تسامح الاخر، ازاي انت تشيل الاخر، ازاي انت تيكينج كير اباوت الاخر، كل الكلام ده. احنا سمعنا ان الابن لما هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. تخيل كده، انه تخيل ده ما حصلش طبعا، لكن الاب والابن والروح القدس قاعدين كده يعملوا دسكشن، يشوفوا حاله البشريه بعد السقوط حصل فيها ايه، ونعمل ايه في الناس اللي سقطت دي، والناس اللي ماتت دي، والناس اللي حصل فيها كده وكده. فالابن اتبرع، قال لك انا هنزل هتجسد وهشوف في الصليب او الكلام ده. راح الاب قال له ايه؟ بقول لك يا عم انت روح لوحدك، لان الناس دي ناس صعبين جدا جدا، هيروح يصلبوك ويموتوك، ماليش دعوه بيك. That's your problem. شفنا الكلام ده حصل؟ مفيش ابدا عملت عمل غير بالاب في الابن بالروح القدس. اللي العقيده بتاعتنا دي مش للكليات اللاهوت. العقيده بتاعتنا دي فور اور لايف. عارفين يعني ايه عقيده؟ دي عباره عن استعلانات الهيه. يعني الله اعلن عن نفسه لينا بالطريقه دي. طب ليه؟ علشان يظبط العلاقه دي ويظبط العلاقه دي. طب احنا هنمشي باي شكل؟ احنا هنبني كنايسنا دي اللي في البيت دي باي شكل؟ ممكن تجو ثرو الاخر واحده، ده اللي انا بقول لكم عليه هتقروه، لكن عايز دي. ده اب وابن، اب وام والابن. انا عايزكم في دقائق بسيطه جدا جدا حد يتخيل الحوار اللي حصل ده شكله ايه. الاب والام بيتكلموا مع بعض. ايوه تمام تمام. وهي قالت له ايه؟ حاجة زي كده. بص عشان الوقت، هو بيقول لها الولد ده جميل قوي بيشبه لك. قالت له هو فعلا جميل وبيشبه لي، بس عارف ليه؟ لان انت ابوه. مش كل واحد بيقول ايه ده واخد حتة مني، ده بيشبه لي انا.
لكن ده ابننا، دي العلاقة الثلاثية دي. طب نطبق الكلام ده، مين الطفل ومين الأب ومين الأم؟ الطفل هو البشرية اللي مولود من حضن الكنيسة. الكنيسة الآب، الله الآب بيفرح بينا كمولودين من الكنيسة، والكنيسة بتقدمنا لأن هي اللي عرفتنا بالآب والابن والروح القدس، وعشان عايزين نعيش الموديل ده في البيت، مش نبني كنيسة يعني نبني بيلدينج، ولكن نبني ريليشن شيب بيننا احنا وبين الثالوث الأقدس. آخر حاجة هقولها لكم وكلمنا احنا فيها كده وبنتكلم بصراحة، عارفين القديس يوحنا ذهبي الفم وابونا بيقول، يعني بنتكلم من يوحنا ذهبي الفم، جملة أخيرة وهتستعجبوا عنها جدا في العلاقة الزوجية، بيقول إن المفرش اللي بيتفرش على السرير وبيناموا عليه الزوج والزوجة اللي متجوزين في الكنيسة وبيمارسوا الحياة الزوجية، هذا المفرش يعادل ستر المسبح اللي مفروش بيه المسبح ده اللي بيتقدم عليه جسد ودم الرب. شفت بقى العلاقة الزوجية ارتفعت قد ايه؟ ليه طيب يا قديس يوحنا ذهبي الفم؟ يقول لأن هنا تقدم ذبيحة حب وهنا تقدم ذبيحة حب. شفت الموضوع بقى شكله ازاي؟ انت في هذه العلاقة لو ما قدمتش حب مش هتفرح بحاجة، وانت لو ما قدمتيش الكلام ده بحب انت مش هتفرح. عشان كده في ناس كتير قوي يحطوا فوق السرير اللي بيناموا عليه الزوج والزوجة صورة المسيح، لان هو حاضر باستمرار، والعلاقة دي محدش قال عليها ابدا ان هي علاقة شكلها وحش ولا علاقة نجسة ولا 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 ولا، دي علاقة بتقدس بحلول الروح القدس في الكنيسة، وكده تتبني الكنيسة وكده نفرح بعلاقتنا في الكنيسة. أنا أحسن دكتور سامح، شكرا لكم، وأنا مبسوط جدا جدا بوجودكم، وأتمنى أن احنا يعني يبقى في second and third and hundred يعني such meetings. Thank you very much.